السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناه شوبير الديزاد. اليوم الحصه تاعنا وين غادي نتكلموا على فوز الجزائر، ثاني فوز في هذا التربص، يعني فوز المنتخب الوطني على البوراندي وديا استعداد لكاس امم افريقيا باربع اهداف لصفر. يعني وين تخليك غادي التربص، يعني علاه نقولوا بلي التربص كان ناجح، تربص يعني كان ناجح 100%. النتائج يعني وزيد عليها فريق، وين تربص الطوغو كان ناجح بخصوص الحرارة والأجواء وكل شيء. مباراتين وديتين فزنا بهم وحافظنا على الشباك نظيفة. هذه المباراة الودية تخليك يعني تطمع قبل 6 أيام على أول مباراة لنا. هذه هي ما بقى والو، بقات يعني تهود الكوت ديفوار وتكلوا على ربي، تكلوا على ربي. اليوم غادي نتكلوا على ربي. يعني المباراة كانت، أنا ما تفرجت المباراة، يعني هي تقرير وصحيح. وين حقق المنتخب الجزائري فوز ودي أمام بوراندي بنتيجة 4-0 في مواجهة أقيمت على الملعب يعني بالعاصمة الطوغولية الوامي، أين يقيم الخط معسكرهم الإعدادي تمهيد للمشاركة في نهائيات كأس أمم إفريقيا بالكوت ديفوار. شو كيفاش كانت النتيجة مليحة، نتيجة وين تخليك يعني تطمع، والنتيجة هذه اللي تدخل الخوف في نفوس المنافسين، يعني أنغولا ولا بوركينا فاسو. أنا ما نقولش موريتانيا، ما غاديش نقول موريتانيا، ما موريتانيا تكون مفاجأة بالك مع بوركينا فاسو، تفوز على بوركينا فاسو في أول مباراة تاعها، ونتمنى موريتانيا تفوز على بوركينا فاسو حسابيا مليحة، تربح نتايا تربح نتا تبقى مريح، نربحو حنايا موريتانيا تزيد تربح بوركينا فاسو، وحنا نلقاو بوركينا فاسو. دوزيام ماتش نلقاو شوية يكون ما تكونش عندهم ديك القوة هذيك، نزيدو نكملو عليهم ونلقاو حنا الآخرين. بالك هما يفوتو بربعة نقط، بالك يديرو ماتش نيل مع أنغولا ولا يزايرو روحهم يديرو ماتش نيل، حنا نفوتو بتسع نقط، هما يفوتو بخمسة ولا يفوتو بربعة ولا يفوتو بستة نقط، ما تنجمش تعرف يربحو دو ماتش تاوعهم يعني يفوتو بستة نقط وحنا نفوتو بتسعة. هذه هي تنجمش تعرف. وين الفوز الجزائر على البوراندي هو الثاني وديا خلال معسكر الوامي بعدما فاز رفاقاء القائد رياض محرز قبل أيام قليلة على حساب الطوغو بنتيجة 3-0 في مواجهة تألق بها المدافع رامي بالسبعيني بتسجيل الهدفين من ضربتين رأسيتين، مقارنة بالمباراة الطوغو يعني الماضية وين أحدث بالماضي 3 تغييرات على التشكيلة الأساسية، حيث أشرك فارس شايبي مكان سفيان فيغولي في وسط الميدان، واعتمد على يوسف ليلي في المركز جناح أيسر على حساب آدم الوناس، فيما تمثل تغيير ثالث في دخول بغداد منجاح بدل من إسلام سليماني في المركز قلب الهجوم. وين يسافر المنتخب الوطني يوم الخميس إلى مدينة بوكي الإيفوارية والتي ستحتضنهم خلال فترة مشاركتهم في كأس القارة في كأس أمم إفريقيا، حيث ستقيم البعثة في فندق الملعب والذي يبعد أمتار قليلة عن الملعب الذي يحتضن مباريات المجموعة الرابعة من بطولة الإفريقية. يعني وين الأوتيل وين واجد؟ شاهدنا ذاك مسيلمة الكذاب، قالك غادي يروحو يباتو في البارك ولا يباتو شو وين يباتو، شو الناس تكذب، الناس كيشوفو حاجة مليحة، شافو الإتحادية تخدم دولة يتخدم، يعني إتحادية بلا ماشي بلا دولة، بالدولة يعني يخدمو، وجدولهم كلش، وجدولهم الأوتيل، وجدولهم كلش، يعني نورمال عادي. صح يخرجوا ناس يخسروا، يقول لك لا لوتيل مكاش، لوتيل قال لك راه مدقدق، يكذب ناس على بالك. هذه ماشي غادي يقعدوا 10 سنين ويروحوا دار لوتيل، بنادم يخرج يكذب اللي غادي ينكشف فيها نهار الخميس، ينكشف فيها
هدرها بالسبت وينكشف الخميس ونورمال عادي. ودي يقعد يخرج منه ويكذب من ويدير من ويدير كما ويدير كما يقول لك بتو ينساو. وين أقيمت المباراة الجزائر وبوروندي؟ يعني خلف أبواب مغلقة حيث لم تحضر الجماهير ولا رجال إعلام إلى الملعب باتفاق مسبق بين الاتحاد الجزائري والبوروندي، وبطلب من بالماضي مدرب محاربي الصحراء والذي فرض سرية تامة على مواجهة لتفادي كشف أوراقه عشية انطلاق الكار. وانطلقت المباراة بسرية بسرعة ولم يمهل بنجاح مهاجم السد القطري الفريق المنافس سوى دقيقة واحدة حتى نجح في تسجيل الهدف الأول للمنتخب الجزائري قبل أن يظهر قائد محاربي الصحراء في الدقيقة 39 ليسجل الهدف الثاني على إثر يعني تمريرة حاسمة من يوسف بليل، وهو الهدف الذي انتهى عليه الشوط المباراة الأولى. يعني على بالكم بلي بلايلي نهار اللي ما بغاش يهدر مع كمال مهوي، وكمال مهوي طلق ذاك المقطع هذاك تاع بلايلي، والله العظيم طلقه بالعاني. بلايلي ما كاش باغي يهدر معاه، ما كاش باغي يهدر، خاطش نظهر من الضربة تاع نهار اللي قال لهم قاطر انا نبغي هابط دراهمها في المباراة، ما بغاش يهدر. وهنا نورمالمون المدرب يتدخل يهدر معاه يقول له حبس طلقني انت تاع مانيش من الجبراني. اي نورمالمون المدرب يهدر معاه، يهدر مع كمال مهوي حبس يقول له صايد هذه هي. فوز الجزائر على البوروندي سيكون له يعني واقع، يعني واقع جيد، يعني واقع معنوي ايجابي على اللاعبين الخوض قبل ايام يعني قليلة عن انطلاق العرس الإفريقي المنتظر. والهدف هو تكرر سيناريو يعني وجلب كأس إفريقيا حتى رفع رفقاء صوفيان فيغولي اللقب الثاني في تاريخهم بلد بعد أول ما حققه في 1990. هذه هي والأهداف، يعني شأن الأهداف، الهدف الثالث والهدف الثاني، ويسجل يعني الأهداف كل من يسموه يعني وين سجل واحد سليماني وعمورة، هذو هما الأهداف التي سجلت. هذه هي رابع العمورة، يعني كان مليحة 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 مليحة. هذه يا خويا كلش مليح، عارف نبقاو حابسين في بلاصتنا ولا يا خويا؟ أنا تبقى مليحة وين قال لك خمس تبديلات وقيل على واحد وين 72 خمس تبديلات من جانب المنتخب الوطني، خروج كل من بنجاح بن ناصر بلايلي الشايبي بن طالب ودخول كل من سليماني عوار والناس في غولي زروقي. أيوا على الله عاد نجيب سعر. والله جو دي تقرير تاع بنجاح في الدقيقة الأولى، محرز في الدقيقة 39، سليماني في 87، عمورة في 93 دقيقة. هادو هما الأهداف. هيا هو هيا ما تطولوش وارواحو جيبو كوب دافريك وارواحو ياه. نحوس على الأهداف ما نستاهمش من ترى ولكن الأهداف هاو ما تنجمش تعرف. المهم والوعد كيفاه وين بلايلي يلعب ياه، بلايلي يلعب ولينا نكثروا لكم.
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد. ونمشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم ان شاء الله. صحيتو.